أحبائي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات من كتاب فضاء المفيدة في الرياضيات للمستوى الأول الابتدائي. إذن أحبائي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة ودرس جديد. لدينا درس مقارنة وترتيب الأعداد من 1 إلى 9. قبل ما نبدأ الحصة ديالنا، ما تنساوش اللي مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. إذن على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذن لنفهم ونطبق. لنساعد الدعسوقة على البحث عن صغيريها، يوجد الأول في المزهرية التي تحمل أكبر عدد، والثاني في المزهرية التي تحمل أصغر عدد. إذن نحن غنعاونو هاد الدعسوقة هذه باش تلقى الصغيرين ديالها أو طفليها. إذن الأول كاين في المزهرية اللي فيها أكبر عدد، والصغير الثاني كاين في المزهرية اللي فيها أصغر عدد. إذن حنا غنشوفو هنا أكبر عدد فين كاين. هنا 8 5 7، وهنا هاد النقط شحال؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن هنا 1 2 3 4، هنا كاين 4، هنا 1 2 3، وهنا كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن 9 هنا وهنا 6. إذن أكبر أكبر عدد شنو هو؟ هو 9 هو هذا. إذن الصغير الأول كاين في هذه المزهرية هذه. نشوفوا دابا الصغير الثاني اللي كاين في أقل أصغر عدد. أصغر عدد هو 3. إذن الصغير الثاني كاين هنا. جيد. إذن نمشيو دابا نشوفوا الحصة الأولى. التمرين الأول، أي الأستاذتين تتكفل بأكبر عدد من الأطفال؟ أقارن ثم أضع علامة في الخانة المناسبة. إذا اللي عندها أكبر عدد من الأطفال هي هذه. هذه اللي لاحظنا هنا، الأستاذة هذه عندها فقط 3، أما هذه عندها أكثر، عندها 1 2 3 4 5. جيد. التمرين الثاني، أقارن باستعمال الرمز أصغر أو أكبر أو تساوي كما في المثال. لدينا هنا 7 و4، فسبعة أكبر من 4، وهنا لدينا 8 و9، كذلك أيضا 9 أكبر من 8، لدينا هنا 9 كذلك أكبر من 5، و6 هنا أصغر من 8، 6 أصغر من 5 كذلك، و6 تساوي 6، 3 أكبر من 2، 7 أصغر من 9. جيد. إذن هنا 4 و1، إذن 4 بتبقى 1 أصغر من 4. جيد. نمر الآن إلى وثبت تعلماتي. لدينا هنا الرمز تساوي، يعني أن العدد يساوي نفسه العدد. لدينا هنا 8 نقاط وهنا 8 نقاط. أما العدد أكبر فكيكون، يعني العدد اللي هنا أكبر من العدد اللي على اليسار، كيكون أكبر من العدد اللي على اليمين. كنديرو هذا الرمز هذا. مثلا هنا 7 فأكبر بطبيعة الحال من 5، وهنا العدد 5 و6، هنا 5 كتكون أصغر من 6. إلا حسبنا هنا غنلقاو هنا عدد الكرات أكبر وهنا أصغر، إذن هاد العدد أصغر من 5. الترتيب التصاعدي من الصفر أو من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر. مثلا باش إلا قليكم رتب تصاعديا، بمعنى من 5 6 7، وهكا هو نتوما كتطلعوا. أما إلا قليكم السؤال، حطيكم سؤال وقال لكم ارتبوا تنازليا، يعني من الكبر وانتم ما كتنزلوا لتحت او كتهبطوا. مثلا 7 6 5 4. جيد. اذا نشوفوا دابا الصفحه المواليه. اذا السؤال هنا يقول، نتمنى انه يكون واضح، اذن هكذا احسن. جيد. إذا 3، أكمل بكتابة العددين وأستعمل الرمز المناسب. إذن عدد البرتقالات في هذه السلة كم؟ 1 2 3 4 5 6 7. غنكتب العدد 7، وهنا عدد
عدد البرتقالات في هذه السلة هذه كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. ودابا غنقارن ما بين هاد 7 وهاد 9، إذا بطبيعة الحال ف7 أصغر من 9، أصغر من 9. التمرين الرابع، ألاحظ المثال وأكمل. لدينا هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 نقاط و 6 نقاط. إذا إلى درنا الكومباريزون أو المقارنة بيناتهم ف7 أكبر من 6. نشوفوا هاد العدد هذا 1 2 3 4 5، غنديرو 5، وهنا كذلك نفس الشيء 5. إذا غنديرو اش من رمز تساوي، وهنا 9، غنديرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 نقاط. وهنا غنديرو 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. جيد. إذا مقارنة ف9 أكبر من 8. أما هنا 5، غنديرو نقاط 5 بالنقاط، 1 2 3 4 5 بهذا الشكل. وهنا غنديرو 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا 5 بطبيعة الحال أصغر من 8، 5 أصغر من 8. نشوفوا الآن التمرين الخامس، أكمل الكتابة والرسم ثم أحيط السلة التي تحتوي على أكبر عدد من البرتقال. لدينا هنا 8، نكتب 8 8، وهنا 5، نكتب 5 5 5 8 شكلها. هنا 9 غنكتبو العدد 9، هنا 4 غنكتبو العدد 4. شوفوا هنا 5 واش نفس سميتو، هنا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. وغنرسمو عاوتاني واحد البرتقالة هنا، وهنا 5 غنزيدو وحدة، هنا شحال؟ 1 2 3 4 5 6 7، وغنزيدو جوج، نزيدو 8 وغنزيدو 9. جيد. وهنا 4 غنزيدو واحدة فقط، هنا 6 غنزيدو، إذا غنكتبو أولا 6، 6 غنزيدو كم؟ أنا 4 غنزيدو 2، غنزيدو 2 باش يوليو عندنا 6 ديال البرتقالات. هنا 2 غنكتبو العدد 2 وغنرسمو برتقالتين بهذا الشكل هذا. كان جيد. برتقالتين بهذا الشكل. إذا أحيط السلة التي تحتوي على أكبر عدد، هي هذه، هي 9، يا 9. جيد. التمرين السادس، أرتب أثمان اللعب تصاعديا، بمعنى من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز المناسب. لدينا هنا 4 أصغر من 6 أصغر من 9. هذا هو تصاعدي، يعني من الصغير للكبير. هنا أرتب أعداد التربيعات من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز المناسب، يعني تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. إذا هنا نشوفوا بعد شحال، 1 2 3 4 5 6، بلاتي 1 2 3 4 5 6 7 8، العدد 8. وهنا كم؟ 1 2 3 4 5، هنا 5، وهنا كم؟ 1 2 3 4 5 6 6. إذا من الأصغر، 5 هي الأصغر، أصغر من 6، أصغر من 8 بهذا الشكل هذا. نشوفوا التمرين الوالي، ولاحظوا الأصابع المرفوعة لكل شخص ثم أصحح الأخطاء في كتابة الأعداد على الطرابيش الموجدات، وأرتب الأعداد تصاعديا باستعمال الرمز المناسب. هنا 5 صحيح، هنا كم أصبع؟ 1 2 3 4 5 6، هنا بلاتي 1 2 3 4 5 6 7، لا هنا 7، وهنا هذا لا 9،
أربعة صحيحة، ثلاثة صحيحة. ورتب الأعداد تصاعديا، إذا تصاعديا غنديرو من أصغر، أصغر هو ثلاثة، إذا ثلاثة أصغر من أربعة، أصغر من خمسة، أصغر من عفوا لا هكذا صحيح، نعم ثلاثة أربعة فين خمسة ثم سبعة، سبعة ثم تسعة، يعني هذه هي الإجابة الصحيحة. جيد، نمشيو الآن نشوفوا التمرين الموالي. السؤال يقول أقارن تمرين التاسع، أقارن عددي النباتات باستعمال الرمز المناسب. إذا نشوفوا بعد عدد النباتات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، غنكتبو العدد ثمانية، وفي هذه المجموعة شحال؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية كذلك. كداش من رمز غنديرو هنا؟ الرمز تساوي. جيد، إذا أقارن عددي الغنم داخل وخارج السياج باستعمال الرمز. نشوفوا عدد الأغنام اللي كاين خارج السياج، كاين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، وفي الداخل كاين أربعة، أش من رمز غنديرو؟ ستة أكبر من أربعة. إذا التمرين الحادي عشر، أقارن باستعمال الرمز المناسب. نبداو بهنا، تسعة أكبر من ثمانية، ثلاثة أصغر من ستة، ثمانية تساوي ثمانية، خمسة أكبر من أربعة، سبعة أكبر من خمسة، خمسة أصغر من ستة، واحد أصغر من اثنان، سبعة تساوي سبعة، أربعة أصغر من ثمانية، واحد أصغر من ثلاثة، سبعة كذلك أصغر من تسعة، تسعة تساوي تسعة. أحيط السيارة التي ستتخطى أعدادا مرتبة تنازليا، تنازليا يعني من الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر، وحنا كنهبطو واحد اثنان ثلاثة هنا تصاعديا، لا وهذه هي تنازليا، خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد، واحد تصاعديا كتعني لنا من الصغير للكبير وحنا طالعين، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أما العكس فهي تنازليا، كنزلو من تسعود، تسعود تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد، هادو هما الأعداد تنازليا. إذا هذه هي السيارة اللي غتخطى لنا الأعداد المرتبة تنازليا. جيد، التمرين الثالث عشر، السؤال يقول أساعد خالد في ترتيب أعداد الكلل تنازليا باستعمال الرمز المناسب. تنازليا بمعنى من الأكبر إلى الأصغر، لدينا هنا تسعة، إذا أكبر من ثمانية، أكبر من سبعة، أكبر من ستة، تنازليا يعني من فوق لتحت. جيد، السؤال الرابع عشر، يتوفر أحمد على ستة دراهم وتتوفر هند على ثمانية، ما هي اللعبة أو اللعب التي يمكن أن يشتريها كل طفل؟ أحمد، أحمد عنده شحال؟ ستة دراهم دمية فقط، إذا أحمد يمكنه أن يشتري فقط الدمية، لماذا؟ لأنه يتوفر على ستة دراهم فقط، وهذه راه سبعة يعني كبار من داكشي اللي عنده، هذه راه تسعود كذلك كبار من هادشي اللي عنده، وثمانية كذلك كبار من داكشي اللي عنده، إذا غادي تشتري فقط دمية، نكتبو دمية، وهند، هند عندها ثمانية، هند يمكن ليها تشري طائرة أو سيارة أو يعني وحدة فيهم، علاش؟ حيت عندها ثمانية اللي هو ثمن السيارة، أو كذلك إذا يمكن ليها تشري طائرة ويشيط ليها درهم، إذا غنكتبو سيارة أو ماشي و أو طائرة، مفهوم؟ باء، ورتب أثمان اللعب تنازليا باستعمال الرمز المناسب. تنازليا يعني من الأكبر إلى الأصغر، الأكبر هنا هو تسعة، أكبر من ثمانية، أكبر من سبعة،
أكبر من 5. جيد، إذا أحسنتم أحبائي الصغار، بالك كنكون سالينا الحصة ديال اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة المجيدة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.